النجاة يوم المعاد. جد بدمعين على الإمام جوادي لست أنسى حين أشخصه المأمون من يثرب إلى بغداد قد قضى في بغداد وهو غريب وإماما بفؤاد من شعلة السلم صادق والتي قدمت له السم أم الفضل بغضا منها بقنطرة الريان ملقا آل الشقاء والعناد بس تماتت أشياء نحو حمل الناعش كي لا يبقى جده السيد عاري الجسم تعدو على قراه العوادي يقول ما حد شالك ثلاثة أيام بلياليها لكن شلون شاله بأبي وأمي قال جابوا لك قطعة قرية عين الحمد.
سيداها كل ما علي زاد العطش نوح إمامي ويصيح لحد يا علي باموت مالي محامي بهالبلد مالي ودح الباب اليمين ويقوم تار ويقعد المسموم تار وللباب ينهض والدمع منه يتجار ومحتار يوقف من يعاي الباب ويبجي على اللي في المدينة ويصيح وينك يا علي الهادي يا مبرور ما جيت شفتش حالتي في دار محصور مسموم ومعطش وقلبي صار مفطور ويبني علي باب دار مغلقين دعي وابني الدعية وعد العلي بنت الرجيس صارت لي وحيت وغلقت باب هالحجرة أنا يا ولدي أنا أموت عطشان مثل ما مات الحسين عطشان سموه عطش يلهب بقلبي والأجل حار يا خلف من راح ودفن بالليل سلمان يا ابو الحسن عجل تعال من المدينة الله يرحمك يا ولي عبد الرسول السهلاوي قول يا خلف من راح ودفن بالليل سلمان يا خلف امير المؤمنين يقول انت خلف امير المؤمنين امير المؤمنين يطلع الى المدائن ما يصعب عليه يروح لمواراة ودفن سلمان وما يصعب عليك انت يا ولدي طلعت من المدينة ومجيئك الى بغداد يا خلف من راح ودفن بالليل عجل تعال من المدينة وموت ببغداد يا الهادي ادركني بموت ببغداد يا الهادي ادركني وغمض عيوني ومدد الرجلي وخلي الجماعة بهون نعشي يحملون هذا
وإمامنا في دار مرضاه، وقد أغلق عليه الدار وهو يشعر بحرارة السحر في أحشائه. أراد الإمام أن ينفس عن نفسه، صعد إلى أعلى السرايا، ألقى بنفسه على الهام شعاب حبين عندها حلق جبينه. هذا كله عمره 25 سنة يا شيعة. عرق جبينه سكن أنينه أسبل يده مد رجله أغمض عينيه وأسوى من القرآن الكريم إلى أن ختمها وأطبق الضايا وانباضت روحه قمر بغداد ظل الشمس وين العشيرة وين يا ياد وين الذي لرضي المدينة بهمة يروح شو يسوي روح إلى المدينة يا مولى عطية؟ يقول عنده رسالة لازم يوصلها عند أهل الإمام الجواد عند أهل بالمدينة ولا يروح يا أبو يوسف يا ليوقف على قبر النبي يسجد العفرا من على الجواد ويصب دمع فوق قبره صدره وظهره
سمعنا أن له خياما أحرمت، ما سمعنا أن له نساء سلبت. صحيح واسد حسن وكغرادت أيام على الأرض، لكن لا جاه الإمام الهادي وغسله وكفله وشيعه وتشيع، ذاك التشيع المعين وما شاف ضربه وما شاف طعنه في جسده. لكن المصيبة علما قال يا ساعد الله قلب أبو محمد السجاد، عاد يغسل والده ويدفن الأجساد. شيخ العشيرة إلى المنادي وحزينة، خطب الحسين أعظم خطب صيّرت معنا أجري